كل واحد منا تكون في بيته مكتبة مهدوية، الكتب المتعلقة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في بيته. واحد يخلي هذه الكتب ويطالع هذه الكتب، لأنه القضية قضية خطيرة. في الأحاديث أكو تحذير من الرايات الكاذبة في كثير من الأحيان، واحد يلتبس عليه الحق والباطل. إذا عنده رؤية، إذا عنده معرفة، لا يقع في الفخ. واحد يخلي 100 كتاب، 200 كتاب، 1000 كتاب في مكتبته ويراجعها بين الحين والآخر. الثقافة المهدوية.